السلام عليكم. هذه الحلقة لكل مهتم ومهتمة وطالب وطالبة حابين يدخلوا مجال الأمن السيبراني، وهو مجال أكثر من شيق، وعشان كذا يلا نبدأ الحلقة. يا أهلا وسهلا، هذه الحلقة بإذن الله حتتكلم كيف أنت تقدر تدخل مجال الأمن السيبراني. وفي البداية أحب أهنيك وأقول لك أهلا وسهلا بيك في مجتمع الأمن السيبراني. طبعا عشان ندخل هذا المجال في عدة متطلبات لدخوله. أول لغة الإنجليزية، أهم شيء تكون متوسط فأعلى، لأنه هي أهم الركائز في هذا الموضوع. جميع الدورات والورش العمل وكل الكتب الموجودة في المجال الأمن السيبراني هي باللغة الإنجليزية، فاللغة الإنجليزية متطلب بالنسبة لك. النقطة الثانية، يكون عندك خلفية عن كيف التعامل مع أنظمة التشغيل زي ويندوز وماك ولينكس. كل ما تزيد خبرتك في هذه الأنظمة وتعاملك معها حيكون أمورك في السليم بإذن الله. النقطة الثالثة، النتوركينج، الشبكات. إذا كانت أمورك في هذا المجال كويس فالحمد لله، وإذا كان عندك شوية ضعف في النتوركينج فأنا أنصحك بشهادتين، CCNA وعندك Network Plus. طيب هذه الشهادتين إذا أخذت واحدة منها بإذن الله حتسوي لك كفر كامل على مستوى الشبكات، كيف الشبكات ترتبط ببعضها، البروتوكولات، العناوين اللي هي مستخدمة بين الأجهزة، الراوتر، السويتش، كثير أشياء بإذن الله حتتعلمها في هذه الشهادتين، وحتغطي لك النتورك بشكل كامل كليفل مبدئي في هذا المجال. والنقطة الرابعة اللي هي البرمجة. البرمجة جدا مهمة جدا مهمة جدا مهمة. أنا أقول على الأقل عندك لغة برمجة واحدة تكون أنت متعلمها. أنا نصيحتي إذا أنت ما عندك لغة برمجة ولا تعرف تتعامل مع البرمجة أنصحك بالبايثون. البايثون لغة سهلة وبسيطة وتعلمها جدا سريع بإذن الله، بس محتاجة شوية اجتهاد منك. هذه المتطلبات الرئيسية عشان تدخل مجال الأمن السيبراني. بعد كده أول خطوة إن شاء الله في مجال الأمن السيبراني وتألقك وتكون أحد رواد هذا المجال، أنه تدرس شهادة Security Plus. هذه من وجهة نظري أنا كعبد الله، Security Plus جدا مهمة، حتأسسك تأسيس صح في مجال السكيورتي، حتديك رؤية واسعة على مجال السكيورتي، وحتكون خطوة جدا رائعة ومبدئية في مجال الأمن السيبراني. بعد كده الأمن السيبراني بيتفرع لعدة تفرعات كثيرة، منها التقني البحث ومنها الإداري البحث. عشان كده حوريكم صورة حتكون هي فيها المجالات كلها بإذن الله، ما عدا المجال الإداري وحتكلم عنه بإذن الله. هذا كل اللي تكلمت عنه الآن، هذا مجال دخول الأمن السيبراني عن طريق الشهادات الاحترافية، ولكن هناك شهادات أخرى تدخلك مجال الأمن السيبراني اللي هي الشهادات الأكاديمية اللي هي البكالوريوس والماجستير في مجال الأمن السيبراني. والآن نقدر ننتقل للصورة اللي فيها جميع الشهادات حقت الأمن السيبراني، وإن شاء الله حتكون أحد رواده، ويلا بينا. طيب الآن أمامنا هذه الصورة اللي فيها العديد من الشهادات في الأمن السيبراني، بس في البداية خليني أتكلم عن الأقسام الستة اللي موجودة في هذه الصورة، اللي هو Security Management, Security Architecture, Security Analysis, Defensive Operation, Offensive Operation, Security Engineering. Security Management هو مدير الأمن السيبراني، وهو شخص يلقب بسيزو، وهي اختصار لـ Chief Information Security Officer، وهو أعلى منصب في إدارة الأمن السيبراني، وهو المالك لجميع الصلاحيات فيها، وهو يكون القرار دائما في يده، وكمان هو الشخص اللي بيرفع احتياجات الأمن السيبراني للإدارة العليا بالمنشأة، وهو اللي يقوم بالإشراف على توظيف الأشخاص في الأمن السيبراني في المنشأة بناء على الخبرة اللي هو اكتسبها في نفس المجال. وكمان من أهم مهام السيكوريتي مانجمنت هي إيش؟ هي بناء الاستراتيجية الخاصة بالإدارة والعمل على تطبيقها. هل هي خطة استراتيجية على 5 سنوات على 10 سنوات؟
أهم شيء يقوم بتطبيقها ويرفع بها تقارير للإدارة العليا. هذا هو السكيورتي مانجمنت، وفي لي مهام إضافية كثير باختلاف المنشآت. وبعد كذا عندنا السكيورتي أركيتكتشر. السكيورتي أركيتكتشر هذا عنده أهم نقطتين، واللي هي لازم يكون الأولى لازم يكون عنده خلفية جدا قوية عن الأنظمة اللي هو بيشتغل عليها. ثاني حاجة لازم تكون خلفيته في النتوركينج جدا قوية، لأنه هو اللي بيقوم بالعمل مع فريق النتورك بوضع أنظمة الأمن السيبراني في مكانها الصحيح في الشبكة، بحيث أنه تأخذ مفعولها كامل. يعني ما ينفع أنه أنا أحط أحد أنظمة الأمن السيبراني كفايروال أو IPS أو whatever في مكانها الخطأ وفي النهاية أنا ما استفدت منه. لا، لازم أنا أعرف النتورك حقتي مظبوط، وعشان كذا لازم أحط الأنظمة حقتي في المكان الصحيح عشان أخذ 100% value. بالإضافة لمهام إضافية يتم تكليفه بها من قبل المدير الأمن السيبراني. وعندنا كمان السكيورتي أناليسيس. أوكي، هذا نوعين طبعا. في نوع منه اللي هو بيقوم بعملية التحقيق الجنائي. أوكي، هو بيفحص الأنظمة المخترقة بعد الاختراق، وبيعمل على هذه الأنظمة وبيشيك، بياخد اللوجز، بيتأكد من A to Z من الأنظمة هذه، وبعد ما يخلص بيرفع تقارير لمدير الأمن السيبراني ويحتفظ بنسخة من السجلات في مكان ما حد عنده صلاحية عليه. أوكي، هذا اسمه investigation في الموضوع. وفي النهاية بيطلع التقرير بيعطيه، والمدير الأمن السيبراني بيتخذ القرار إيش اللي حيتم. وكمان في جزء تاني من السكيورتي أناليسيس اللي هم يكونوا في السكيورتي أوبريشن سنتر. هدول اللي يكونوا في السكيورتي أوبريشن سنتر هم بيحللوا الوضع عن طريق نظام اسمه سيم. أوكي، طيب هذا النظام بيقوم بياخد اللوجز من جميع الأنظمة. أوكي، ويديك فول بيكتشر على النتورك اللي عندك مع أنظمة الأمن السيبراني، وإيش اللي بيصير وإيش اللي بيحدث على مستوى النتورك عندك، كايش النورمال وايش الاب نورمال قدامك، ويديك والله هذا في ايش اسمه، والله في محاوله اختراق، في امور غريبه بتصير. فالاشخاص اللي موجودين في السوك اللي هم تير 1 تير 2 تير 3 من ضمنهم في اناليست بيقوم بتحليل هذه الامور. وفي كمان اللي هم الديفنسيف اوبريشن، وفي كمان اللي هم اوفنسيف اوبريشن. الفرق بينهم ايش؟ الاثنين كلهم سيكيورتي انجينير كلهم، ولكن في اشخاص منهم اخذوا السكيلز حقت الديفنس وبعضهم اخذوا السكيلز حقت الاوفنسيف. طيب الديفنس اللي هي كيف يقوم بعمليه تشغيل الانظمه والتعديل عليها، وكيف يوضع البوليسيز حقتها بحيث انه هو لما تجي يقولوا له والله عندك ثغره في المكان الفلاني ويقوم بالتعديل على المكان هذا او النظام الفلاني بحيث يقفلها، فهو الان بيقوم بجميع الاحتياطات اللازمه على مستوى الانظمه بحيث انه تصد اي هجمه تجي لها. طبعا الامان بالله، ولكن ما في اي نظام سكيور 100%، هذه قاعده. اما الاوفنسيف فهو شغلته الشاغله يقوم بعمليه البي تي. اوكي، فهو يقوم من برة المنظمة ويحاول بعملية اختراقات شبه حقيقية، يعني بيحاول يوصل للنظام اللي موجود، ولكن ما يحاول لا يخرب ولا يكون يعادي المنشأة. ليش؟ لأنه هو يكون أصلا جزء من المنشأة أو طرف تاني مدفوع لي بحيث أنه يكتشف الثغرات ومن فين الهكر يقدروا يوصلوا هذه المنشأة، فيرفع لهم تقرير يا ناس انتوا عندكم 1 2 3 4 قفلوا هذه الاشياء، فباذن الله حترتفع معيار الامن عندك. وبعدين كمان عندنا السكيورتي انجينير. السكيورتي انجينير هذا هو اللي برضو شغال في الاوفنسيف او الديفنسيف زي ما قلت قبل شويه، ولكن بتزيد مهاراته في حسب المجال اللي هو يبغى. في بعضهم بيروحوا تكنيكال، وفي بعضهم لا بيروحوا والله انا ابغى جانب اداري. الجانب الاداري زي ايش؟ زي الجي ار سي. الجي ار سي اللي هم governance risk management and compliance، اللي هم الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام. ايش هدول الثلاثة؟ governance هدول هم القائمين على بناء السياسات والإجراءات الخاصة بالمنشأة
فقط في مجال الأمن السيبراني، وعندكم الريسك مانجمنت، هم أشخاص بيعتمدوا على أحد المعايير العالمية زي ISO 27001 أو NIST أو COPPET، فهم بياخدوا الماتريكس أو الميثودولوجي القائمة في بناء الريسك ويعملوا أسسمنت للأنظمة في المنشأة. فهم في البداية بيقوموا بحصر الأصول في المنشأة، بعد كده بيقيموها، وبعدين بتطلع تقارير بيتم تسليمها إلى مدير الأمن السيبراني عشان يتم عمل إجراءات احترازية mitigation. وفي عندك بعد كده اللي هم الالتزام اللي هم compliance. الالتزام هم بياخدوا السياسات أوكي، وبيروحوا إلى المنشأة كاملة، بيروحوها قسم قسم ويتأكدوا هل تم التزام هذه المنشأة أو هذه الإدارة بجميع السياسات الصادرة من الأمن السيبراني أم لا. في حالة تم الالتزام أوكي، في حالة لم يتم الالتزام بيتم إجراء عمل تصحيحي مع المنشأة والرفع بها لمدير الأمن السيبراني. طبعا الشهادات اللي قدامكم جدا كبيرة وجدا قوية، وبإذن الله أنتوا قدها. وفي النهاية أتمنى من الله عز وجل أنه يوفقكم ويسر أموركم، وكل عام وأنتم بخير. مع السلامة.